وجار الذئب شرق بروسيا. في مقر الفوهرر خبأت الابتسامات الدبلوماسية الإجبارية شعور القلق الذي يراود ضباط هتلر، خصوصا أولئك من الأرستقراطية العسكرية البروسية القديمة. في العام الماضي اشترك الكثير منهم في خطة للتخلص من هتلر. أحد هؤلاء الضباط وهو الكولونيل كاونت كلاوس فون شتاوفنبرغ، الذي قام بوضع قنبلة أسفل مكتب هتلر خلال مؤتمر في وجار الذئب. أنقذت هذه الطاولة الثقيلة هتلر، فقد جعلت الانفجار ينحرف ويقتل 4 رجال ويجرح 20 آخرين. قال هتلر عن محاولة الاغتيال الفاشلة: بعد نجاتي من الموت، أنا الآن أكثر اقتناعا بأن القضية العظيمة التي قمت بخدمتها ستحقق نجاحا عبر مخاطرها الحالية، ويمكن إنهاء كل شيء نهاية جيدة. أصيب هتلر بإصابات طفيفة، لكن الحادثة صدمته بعمق وأثرت في حالته الذهنية وعززت قسوته وجنون العظمة لديه. أطلق العنان لانتقامه. حكم المتآمرون الرئيسيون واعتقل 5000 مشتبه به، وأعدم منهم 200 ورحلت عائلتهم. لم يكن مترددا في إعدام مارشالاته. أجبر روميل على الانتحار لأنه وافق على الحلول محل هتلر في قيادة الجيش، وأقام له هتلر جنازة رسمية كنوع من النفاق السياسي. منذ ذلك الحين أصبحت القوة في يد الوحدات الخاصة، وسقطت ألمانيا تحت قبضتها. ما من شيء سينقذها الآن.